هل استطاع السوريون في أوروبا الاندماج والتأقلم في مجتمعاتهم الجديدة؟ كاميرا تلفزيون سوريا طرحت هذا السؤال على عدد من اللاجئين في السويد، وكانت الإجابات مختلفة. لنتابع. أول ما إجيت كان بالشتاء، يعني النظرة الأولى كانت كثير صعبة، ثلج وبرد، لكن بعد مضي 9 سنوات تقريبا على وجودي بالسويد بقول بشكل عام اني تأقلمت الى حد كبير. صعوبات تواجه اي مغترب او اي مهاجر بيخرج من بلده مو بإرادته، دون إرادته، موضوع اللغة والعادات والتعلم، إيجاد سكن مناسب، إيجاد مسار لحياة أبنائه وأطفاله. لا والله ما تأقلمت هون بالسويد. أول شيء يعني هون الثقافات تختلف، ويعني إجينا من مجتمع عربي، وغير هيك أنه هون كتير كتير برد، يعني الطقس بضل الواحد لابس جاكيت. بالبداية ما تأقلمت أبدا مع الوضع، كان شوي صعب، بس ولكن شوي شوي سهل علي الوضع، بس فتت بمجال الإعلام وشغلي سهل كتير علي، لأنه صار عندي اختلاط أكبر مع العالم وبشغلي. نسبيا أعتقد أني تكيفت، لأنه التكيف مع أي مكان جديد هو قرار يتخذه الإنسان ومحاولات، وأكيد في تحديات بيحاول الواحد تجاوز هذه التحديات لحتى يعني يحدث علاقة أكثر توافق مع البيئة الجديدة اللي انتقل إلها. تأقلمت لأنه أول ما حطيت رجلي هون بسويد اتخذت قرار أنه لازم أنا، لأنه بدي أكمل بقية حياتي هون، فلازم أتكيف مع الوضع الجديد. طبعاً كان في تحديات مثل ما حكيت لك، يعني يمكن أول تحدي واجهته هو اللغة. بمجتمعنا كانت العلاقات كتير واسعة، بينما هاي هون العلاقات محدودة. العلاقات محدودة فيها جانب إيجابي وفيها جانب سلبي. الجانب الإيجابي إنه ما في علاقة مفروضة عليك، أنت بتختار علاقاتك. الجانب السلبي إنه العلاقة مو متاحة دائماً وصعب تلاقي ناس تشبهك. إلي بالسويد 10 سنين، ومن خلال يعني أجربتي السويد هي أفضل دولة، لأن فيها رعاية صحية واجتماعية جيدة كتير كتير. بس الشيء السيء هون مو من السويديين، الشيء السيء من الجالية القديمة، لأني عم ينظروا بنظرة استعلاء على الجدد. ليش ما بعرف. السويد مي بس يعني السويد مستقبل كل العالم، واذا كنت جديد ولا قديم حقوقك هذا متساويه. هذا بس الجانب السيء. لمناقشة هذا الملف معي الكاتب والباحث طارق عزيزة من لايبزيج. مرحبا بك أستاذ طارق. بداية يعني لماذا هناك بعض من اللاجئين السوريين يواجهون مشاكل في الاندماج بالمجتمعات الأوروبية؟ تحية لحضرتك والسيدات والسادة اللي عم يشاهدونا. مثل أي بداية جديدة ببلد جديد بصعوبات وتحديات تنتظر القادمين إلى هذا البلد، في ألمانيا واجه السوريون صعوبات وتحديات تتعلق باللغة وتتعلق بعادات البلد، بقوانينه وبالتجربة القاسية التي مر بها السوريون قبل وصولهم إلى ألمانيا. الحرب اللي أتى منها هؤلاء الأشخاص، تجربة الثورة، ما جرى في الثورة، يعني كما أفضل أن أقول الثورة ثم الحرب التي تلتها، كانت ظروف قاسية عايشها السوريون ومروا حتى في طريق اللجوء بالنسبة للعدد الأكبر الذي جاء بطرق التهريب بالبحر ثم عبر الغابات. وهذا الأمر يجعلنا نتحدث عن ظروف مختلفة، لا يوجد تجربة واحدة يمكن أن نقيس
عليها حال السوريين في ألمانيا. هناك من استطاع أن يتجاوز بنجاح هذه التحديات ويبدأ حياة جديدة في البلد الجديد، سواء كان ذلك في الدراسة أو العمل، وإذا كان الأمر هو استمرار لتجاربه السابقة أو خبراته السابقة أو بدء مجال جديد آخر مختلف. كثير من السوريين نجحوا واستقروا في موطنهم الجديد، لكن في المقابل هناك أيضا فئات ليست قليلة رغم مضي سنوات على وجودهم في ألمانيا لم يتمكنوا حتى الآن من تجاوز عقبات اللغة، عقبات الحصول على عمل، الانخراط في سوق العمل. هذه كلها مسائل أيضا تختلف جيليا. ربما من الطبيعي أن يستطيع من وصلوا في سن الشباب وعمر الدراسة والنشاط والقدرة على العمل كانت أمامهم فرص أكثر ممن وصلوا وهم يعني أقرب إلى سن التقاعد، ولكن ليس التقاعد في ألمانيا. نعم، يعني هذا ما كنت أسألك عنه أستاذ عمر، يعني هل عمر الشخص الواصل إلى أوروبا يلعب دور أستاذ طارق في الاندماج؟ يعني الواصل عمره 30 سنة بيختلف عن عمره 20 سنة، بيختلف عن عمره 40 سنة مثلا، بتعلم اللغة والحصول على العمل والبحث عن العمل في سوق العمل. نسبيا يختلف، لكن ليس قاعدة عامة. الفرص للتعلم وإيجاد عمل يعني يكون أمام الشباب إلى حد ما أكبر. ممكن شاب ليس لديه خبرات عملية سابقة، ولكنه استطاع من خلال اللغة أن يطور مهارات جديدة وينخرط في سوق العمل، في مقابل سيدات نساء أو رجال كانوا أصحاب مهن وناجحين في حياتهم السابقة في سوريا، ولكن لم يتمكنوا بسبب حاجز اللغة، عدم القدرة على اجتياز صعوبات اللغة، لم يتمكنوا من العمل لا في مجالهم الأصلي ولا في محاولة البدء من جديد. ولكن كما أقول، الأمور في واقع الحال تكشف عن تجارب كثيرة لسوريات وسوريين نجحوا، والدليل على ذلك أن الجالية السورية خلال السنوات القليلة الماضية تتصدر الإحصائيات فيما يخص الأجانب الحاصلين على الجنسية الألمانية، لأن شروط الحصول على الجنسية تتطلب مستوى معين من اللغة والعمل، دفع ضرائب وتأمينات تقاعد والكثير من الشروط التي استطاعت أعداد متزايدة من السوريين تحقيقها. أستاذ فارس، سنناقش هذه النقاط يعني بشكل تفصيلي. من استطاع الاندماج ومن لم يستطع الاندماج أو لم يتمكن من الاندماج؟ لنكون في القسم الأول للأشخاص الذين لم يتمكنوا من الاندماج بسبب عوائق عدة، وأهم هذه العوائق هي اللغة والحياة الاجتماعية والاختلاف الاجتماعي أيضا الموجود بين المجتمع السوري وأيضا المجتمع الأوروبي بشكل عام. تبعات هذا الأمر النفسية على اللاجئين الذين لم يتمكنوا من الاندماج ما هي؟ لنتفق أولا على أن كلمة الاندماج بحد ذاتها ليس لها تعريف محدد ومتفق عليه. صحيح. حتى في المجتمع الألماني، وأنا شخصيا أفضل استخدام مصطلح المشاركة، المشاركة المجتمعية والمشاركة السياسية أو التأقلم مثلا. التأقلم قد تكون كلمة أكثر يعني أكثر حيادة من كلمة الاندماج الملتبسة. في كل الأحوال النجاح في التأقلم يختلف من شخص لآخر بلا شك. هذا الاختلاف الثقافي اللي أشرت له حضرتك بين المجتمع السوري بقيمه وثقافته واختلاف كبير عن المجتمع الألماني لا يكون من السهل على الأشخاص جميعا يعني قبول بعض المسائل التي تعد بديهية في ألمانيا. مثال على سبيل المثال، يعني أريد هذه المسائل البديهية يعني اللي يمكن تكون أنه هي بديهية في ألمانيا أو بالسويد أو في هولندا.
نعم، من المألوف في بلادنا، في بلاد سوريا وجوارها ومجتمعات التي أتينا منها، من المألوف والعادي أن يكون جزء من التأديب في الأسر، معظم الأسر تعني في الأطفال كجزء من عملية التربية، أو حتى انتشار العنف المنزلي والنظر إليه كمسائل خاصة، في حين أنها قضايا كبيرة في المجتمع الألماني أو غيره من الدول الأوروبية. القانون لا يتسامح إطلاقا في هذه المسألة، وكثير من الأسر يعني واجهت صعوبات مع أبنائها وما يخص التربية ووسائل التربية وموقف القانون من كل هذه الأمور. هذه من يعني الأمثلة الحاضرة بقوة، مسائل تتعلق بالبعض الذي يرى أن أهم ما يعرف به نفسه هو الهوية الدينية، وعندما يكون هناك بعض المسالك أو الأمور في المجتمع لا تتفق والمفهوم الذي لديه عن الدين وتعاليم الدين، هذا قد يسبب بعض الصعوبات في الانخراط في المجتمع والتواصل مع الثقافة الجديدة التي تختلف إلى حد كبير في قيمها، رغم وجود كما أعود وأقول رغم وجود حالات مختلفة، ويصعب أن نتحدث عن تجربة. نعم، نحن نتحدث بشكل عام، يعني بحسب يعني تقارير أو بشكل عام أو بحسب ما يصل إلينا من معلومات من المراسلين. ولكن يعني أستاذ طارق، البرامج الحكومية التي تتبعها دول الاتحاد الأوروبي ألا تساهم بشكل إيجابي في التأقلم أو الاندماج، لنسميه يعني يعني أنت قلت بأن لم يعني الاندماج هي كلمة غير واضحة بشكل كامل، يعني هل هناك نقص في هذه البرامج التي تساهم في تأقلم اللاجئ القادم إلى دول الاتحاد الأوروبي مع هذا المجتمع؟ بتقديري الجانب المتعلق بتعلم اللغة والبحث عن فرص عمل، وإن كان بمجالات جديدة ليست ذاتها التي يحمل الأشخاص خبراتها، هذا الأمر بالنسبة لألمانيا ومعرفتي وبحكم وجودي في ألمانيا، هذا الأمر إلى حد كبير يتيح لمن يرغب، برامج الاندماج الممولة من الحكومة تتيح لمن يرغب أن يعني ينجز مستوى مقبول من اللغة على نطاق الحكومة، وهذا سيساعده على إيجاد فرص عمل، إضافة إلى برامج التدريب المهني المتاحة. لكن مع الأسف ليس الأمور بالسهولة التي يتصورها البعض عن ألمانيا، الاقتصاد اللي الأول تقريبا في أوروبا ومن في صدارة الاقتصادات العالمية. هذا لا يعني أن فرص العمل في كل المجالات متوفرة، هناك بعض القطاعات التي قد يبدو من الصعب لكثير من بلداننا أن ينخرطوا فيها، يعني لا ينظر لأعمال الخدمة بالمنظور نفسه في بلادنا مثل ما هي الحال في ألمانيا. هذه سوق العمل فيها واسع، ولكن تجد كثير يمتنعون عن قبولها ولو لم يكن لديهم تأهيل في مجال آخر. بالنسبة للمؤهلين أكاديميا وعندهم شهادات وعندهم خبرات، وحتى وإن يعني اجتازوا صعوبة اللغة، الطريق طويل بسبب الإجراءات البيروقراطية للاعتراف بالشهادات ومعادلتها بما يوازيها من شهادات الجامعات الألمانية. يعني هذا الأمر يعني كثير ما أسمعه، آسف على المقاطعة دكتور أستاذ طارق، يعني الكثير مثلا يكون لديه شهادة في الهندسة أو الإعلام أو الحقوق أو علم الاجتماع وما إلى ذلك من الشهادات، ولكن لا يتمكن من تعديل الشهادة بسبب حاجز اللغة، ولا يقبل العمل في مهن خدمية كالبناء والمبيعات وما إلى ذلك. وهذه أعتقد يعني من أكثر الأسباب التي تجعل بعض اللاجئين يعني لا يتأقلمون مع المجتمع الجديد، ويكونوا يعني في منازلهم متقوقين على أنفسهم إن صح التعبير. هذا عامل مهم أساسي بلا شك، ولا نعمم فيه. كما أقول، اللوم أيضا يقع على البيروقراطية الألمانية. لو تحدثنا عن قطاع الخدمات الصحية والطب، هناك نقص كبير في هذا المجال،
لكن الأطباء السوريين وغير السوريين في ألمانيا ممن لديهم خبرتهم واجتازوا حتى امتحان اللغة التخصصي فيما يتعلق بالحصول على السماح بالعمل وما إلى ذلك، حتى هؤلاء يجدون صعوبات في اجتياز الإجراءات والخطوات المطلوبة في هذا المجال. أيضا مسألة القطاع التعليمي، الآن يزيد عدد الأطفال والتلاميذ من أصول مهاجرة من خلفيات مهاجرة في المدارس الألمانية في مختلف مستويات التعليم، ورغم وجود كوادر في أعداد كبيرة من المعلمات والمعلمين من خارج ألمانيا وصلوا ألمانيا، ولكن لم يتمكن كثير منهم من تعديل شهاداتهم للدخول في سوق العمل أيضا بسبب تعقيدات بيروقراطية. أنا أقول هذا عن أشخاص اجتازوا مسألة اللغة ورغم ذلك يجدون صعوبات. إذن هنا يسأل أيضا المجتمع الألماني عن تعقيدات الاندماج. هذا جانب كما أقول فيما يخص المشاركة مركب، له أكثر من بعد، وكما هناك عوامل ذاتية تخص ظروف القادمين الجدد أو اللاجئين أو المهاجرين أيا تكن التسمية، هناك عوامل تخصهم، ولكن أيضا هناك عوامل تخص المجتمع المضيف أو بلد الوجهة، أو يعني في حديثنا هنا المجتمع الألماني. هناك نقص آخر يتعلق بتعريف هؤلاء الأشخاص بالقوانين الألمانية، يعني دورات الاندماج كما تسمى هنا Integration Course بالألمانية أو دورات الاندماج تركز على تعليم اللغة، تركز على بعض العادات اليومية، بعض الأمور المتعلقة بالثقافة العامة أو المجتمع الألماني وعاداته، لكن هناك فجوة فيما يخص الحقوق والحريات بمعناها القانوني. يعني مثلا لا يعرف كثير من اللاجئين والمهاجرين أن من حقهم حتى وإن لم يكن لديهم جنسية ألمانية من حقهم الانخراط في الأحزاب السياسية الألمانية طالما أن لديه إقامة صالحة في ألمانيا، لجوء أو حماية أو أيا يكن نوع الإقامة أو طالب، لكن المهم أنه مقيم في وهو ألمانيا. ما طالب به الكثير من ضيوفي في المهجر، وهو الانخراط في الحياة السياسية في دول اللجوء. ولكن أستاذ طارق، نعم، بالعودة إلى النقطة التي كنا نتحدث عنها للأشخاص أو اللاجئين الذين تمكنوا من الاندماج، هل هؤلاء، وهو سؤالي الأخير، هم من سعوا لكي يندمجوا في هذا المجتمع من خلال الانخراط بالمجتمع، من خلال تعلم اللغة، من خلال الدخول في سوق العمل، هم من لديهم الرغبة؟ من دون هذه الرغبة ما كان لتجربتهم أن تكلل بالنجاح، لكن هذه الرغبة وحدها لا تكفي. كان لابد من يعني الاستفادة من الفرص الموجودة في المجتمع الألماني. لم يكن بالتأكيد الجميع محظوظ بأن يجد فرصة تناسب تطلعاته وخبراته، لكن الفرص موجودة لمن يرغب. لا شك الأمور ليست سهلة، ليست وردية، تحتاج بذل جهد ووقت. ولا ننسى أيضا صعوبة أساسية في المجتمع الألماني تتعلق بالعنصرية اللي هي مشكلة موجودة في المجتمع. يعني الحكومة الألمانية تعترف بأن لديها مشكلة فيما يتعلق بالعنصرية، لهذا السبب يوجد مكاتب لمكافحة العنصرية موجودة في مختلف الولايات والمدن الألمانية. نعم، وهناك قانون أيضا يجرم العنصرية والأشخاص الذين يتعاملون بعنصرية مع الأجانب، أليس كذلك أستاذ طارق؟ بلا شك القانون يجرم العنصرية، ولكن إثبات الموقف العنصري ليس بالأمر السهل كأي إجراء قانوني، يعني يحتاج إجراءات، يحتاج قواعد إثبات وما إلى ذلك. لكن هناك نوع من التمييز أو العنصرية اللامرئية أو غير مباشرة يصعب أن تمسك بها من زوايا قانونية، ولكن هي موجودة في قطاعات أو فئات أو شرائح من المجتمع الألماني. أيضا يجب أن لا نعمم، ولكن النتائج الأخيرة لانتخابات الولايات والنجاح الكبير لحزب البديل من أجل ألمانيا المعروف اختصارا بـ AfD اللي هو الآن تصدر نتائج انتخابات ولايتين في شرق ألمانيا، والأول في إحدى الولايات والثاني بفارق طفيف عن الأول في ولاية أخرى، هذا مؤشر على مزاج غير مرحب
بالأجانب، لأن أجندة هذا الحزب الأساسية قائمة على أن الأجانب هم المشكلة وأن كل الأمور تحل إذا حاولنا، خاصة بعد صعود الأحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة والقوانين الجديدة التي بدأت تسنها دول الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص وبملف اللاجئين. شكرا لك أستاذ طارق عزيزي، كاتب وباحث، على هذه المعلومات، كنت معنا من لايبزيغ. شكرا لكم.